السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. ما أن يقطع قانون الموازنة أشواط ويقترب من موعد الإقرار حتى تأتي الإشكالات حائمة حوله، فموعد جلسة التصويت أرجئ إلى إشعار آخر. أما خلافات كردستان بعد التعديلات اللي جرت على الموازنة والتصرفات الصادرة من نائب رئيس مجلس النواب الثاني، يراها المراقبون تربك المشهد السياسي، ويرفضها النواب بتقديم شكوى حول القرارات الصادرة خارج مهامه، إضافة إلى جمع تواقيع نيابية لإقالته بعد التصويت على الموازنة. في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، فإن قرار الحكومة الأردنية اللي منح حزب البعث صلاحية الانخراط القانوني وحقه في مزاولة نشاطه السياسي قد ولد موجة رفض في الداخل العراقي، فأقل ما يوصف أنه استهانة للتضحيات اللي بطش البعث الكافر وتوغل في سفك الدماء الزاكية. وما يثير الاستغراب حد الدهشة أن وزارة الخارجية لم تعر أدنى اهتمام لهذا الحدث، برغم أنه يعتبر انتهاك صارخ للسيادة العراقية، وسيلة ابتزاز استفزازية لكل شرائح الشعب العراقي ولا سيما الشرائح المضحية. مشاهدي الأحبة، راح نتابع هذين الملفين في حصادنا لهذه الليلة، تفضلوا البقاء ويانا متابعتنا. حياكم الله. يبدو أن عبور خطوط الصلاحيات المحددة لنائب رئيس مجلس النواب الثاني سيحول دون بقائه في المنصب، خصوصا بعد رغبة النواب بجمع تواقيع لإعفائه بعد الموازنة. هناك ترجيحات بمغادرة رئيس البيت التشريعي ونائبه الثاني بعيدا عن قبة البرلمان بحسب مؤشرات الساحة السياسية. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف ونناقشه ويا ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل نهى الشمري. في ظل تصاعد الأزمات السياسية حول حجم التخصيصات المالية والتعديلات التي طرأت على الموازنة فيما يخص نفط الإقليم، تأتي التحركات النيابية على خط تصحيح تلك المسارات بالتوجه لجمع تواقيع إقالة النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبدالله بعد التصويت على الموازنة، على إثر عمله خارج إطار المهام الموكلة إليه الذي يصفه الرافضون لتصرفه استغلالا للمنصب، الأمر الذي يربك المشهد السياسي ويسهم بعرقلة تمرير الموازنة العامة. هناك خلاف بين الأكراد وبين المركز وبين المكونات السياسية نفسها. هنا كل من يريد أن يقر أو يقر الموازنة يعني تنفيذ مآرب حزبية وكتلوية، للأسف نحن نقول يجب على مجلس النواب على المالية النيابية إقرارها وبسرعة، لأن هناك مستحقات. فالشكوى المقدمة على النائب الثاني ورئيس البرلمان تمضي باتجاه وضع الحدود للمسؤوليات الحقيقية دون التصرف خارج أطر الواجبات الدستورية، ليقصر عمر منصب رئيس البيت التشريعي كلما اقترب موعد جلسة التصويت على الموازنة، ويشد الرحال بعيدا عن مهامه، وربما يلتحق به نائبه الثاني وفق ما قدمت من وثيقة جمع التواقيع لإقالته. سيد الحلبوسي يمر في أزمة سياسية داخل البيت السياسي السني التي دائما ما تؤثر عليه، ربما قد لا يكون هو بالفترة القادمة رئيس لمجلس النواب، هنالك تفاوضات سياسية، أيضا هنالك تحالفات سياسية جديدة، السيد الحلبوسي هو خارج تلك التحالفات. أعتقد اليوم المصلحة السياسية عندما يكون رأي عام بالمستوى السيادي ستمضي قرارات ذلك الأمر. فتعود مرحلة التفرد بالقرارات واستغلال المناصب لتمرير الآراء الشخصية كما يصرح المراقبون، لكن بالمقابل الإجماع السياسي والتوافق على لجم من يمضي باتجاه ضعف الأداء وتجاوز دائرة المهام المناطة إليه هو من يقف أمام هذه السلوكيات غير المبررة بحسب النواب المعترضين. نهى الشمري، الأيام.
حياكم الله مشاهدي الأحبة في هذا الملف. ورحب بضيوفي الكرام الدكتور محمد العقيري السياسي المستقل، حياك الله دكتور ضيفا كريما. أهلا محمد بحضرتك، وكذلك ورحب بالأستاذ محمد الياسري المحلل السياسي، أهلا مرحبا بضيوفنا الكرام. دكتور محمد، أبدأ مع حضرتك، تحدث عن النائب الثاني لرئيس البرلمان السيد شاخوان عبد الله اللي علق عمل اللجنة المالية لحين تصويب الخطأ في عدد أعضائها، الأمر كما قال عبد الله مبررات مقبولة أم أنه يعتبر تعطيل لعمل اللجنة اللي أصرت على التعديلات في مشروع قانون الموازنة، رغم أن متابعة عمل اللجان من صلاحية النائب الأول؟ شكرا جزيلا أستاذ أحمد على هذه الاستضافة، تحية لك وإلى جناب السيد محمد الياسري وإلى جمهور قناتكم. حياكم الموقرة. بعد الهدوء السياسي الذي ساد الأجواء والأوساط السياسية، وهذا بفعل استحداث تحالف أو الاتفاق على تحالف إدارة الدولة الذي ضبط الإيقاع السياسي والتفاهمات السياسية إلى حد كبير، بالإضافة إلى حكومة السيد السوداني أسهمت إسهاما كبيرا بتعضيد ما يذهب إليه ائتلاف إدارة الدولة، وقاد أجواء من حالة الهدوء السياسي، فبالتالي هذا الهدوء يفترض أن يستمر، لأن هذا الهدوء هو بصالح جميع الأطراف. ما تمخض عن اجتماعات اللجنة المالية يبدو أنه كان غاضبا إلى الطرف الديمقراطي الكردستاني، وهو من يمثلهم في هيئة الرئاسة أو رئاسة البرلمان هو النائب الثاني. هذه الصلاحيات أعتقد كانت يفترض أن تكون حاكمة ويفترض أن يمارس صلاحياته، لكن هذا من الممكن أن يذهب باتجاه أنه خرق إلى النظام الداخلي داخل قبة البرلمان، ومن الممكن للمحكمة الاتحادية إذا حدثت أو أصبحت هناك شكوى في المحكمة الاتحادية لربما المحكمة الاتحادية سوف يكون لها قول آخر بهذا التصرف. أمر آخر من جنب السياسية، الأطراف التي لا تريد الاستقرار السياسي أن يسود، فبالتالي على ائتلاف إدارة الدولة أن يكون مجتمعا أو في حالة اجتماع حتى تمر الموازنة، لأن الموازنة هي أكبر من الكل، الموازنة أهم من الكل، الموازنة هي في حالة تعطيلها تعطيل حالة البلد، تعطيل حالة النمو، حالة الإصلاح أو حالة الإعمار التي تقوم بها الحكومة. بالتالي إذا كانت هناك قرارات في اللجنة المالية بالتصويت فهي حالة ديمقراطية، ومن الممكن الجميع أن يرتكن إلى الحالة الديمقراطية التي هي تتمثل بحالة التصويت في داخل اللجنة المالية. أمر آخر، إذا كانت الأطياف السياسية متمثلة في اللجنة المالية فبالتالي أن هناك أكثر من فصيل سياسي متمثل للطيف السياسي الكردي هو متمثلا في هذه اللجنة المالية، بالتالي الطرف الديمقراطي الذي وحده اعترض على هذه الحالة لربما يكون اعتراضه ضعيفا ويكون اعتراضه غير مبرر، ومن ثم هناك حالة زاد في الطين بلة وزاد الحال تصعيدا سياسيا. إذا كان هناك تصعيد سياسي دكتور محمد عبد الله لربما يتجسد في جمع التوقيع النيابية، وهذا ما أود أن أسأل حضرتك عنه أستاذ محمد الياسري، على أثر هذه الخطوة هناك جمع لتواقيع نيابية لإقالة السيد شاخوان عبد الله من منصبه، كيف تنظر إلى هذه الجزئية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم وللدكتور الفاضل الأستاذ العزيز محمد العقيلي ولمشاهدينكم الكرام. طبعا أنه يجب أن نشير إلى أن قبل الإجابة على سؤالكم فيما يتعلق بهذه النقطة، نشير إلى أنه الأزمة التي نشأت هي بالأصل من حالة التي تيقن منها الحزب الديمقراطي وتوصل لها، وكانت قراءته واضحة بأن الموازنة ستمر سواء رفض أو وافق بكل الأحوال، أن الموازنة ستمر، وهذا ما أدى إلى أن كل قيادات الحزب الديمقراطي سواء في رئيس حكومة الإقليم شاخوان عبد الله النائب رئيس مجلس النواب، وكذلك إلى نواب كتلة الحزب الديمقراطي بهجومهم هذا على المالية النيابية ومحاولة تعطيلها،
في محاولة أنه والإشارة إلى أنه الإشكال الذي طرحه السيد النائب رئيس مجلس النواب فيما يتعلق بأن هناك نائب آخر غير عدد أعضاء اللجنة قد تم إضافته إلى اللجنة بطلب من رئيس مجلس النواب نفسه، وبالتالي هذا حتى هذا الإشكال الذي أورده هو غير قانوني. وبالتالي هنا ردة الفعل التي صدرت، لأن هناك تجاوز للأعراف وتجاوز للقانون أيضا، وكذلك الممارسة التي قام بها والحالة الهستيرية التي ظهرت على الحزب الديمقراطي بتصريحات واتهامات لبغداد وللحكومة الاتحادية تتطلب ردا من الكتل السياسية في البرلمان وكذلك من اللجنة المالية. فبالتالي هذا الإجراء الذي اتخذ أو الذي يتم العمل عليه من خلال جمع تواقع نيابية، هذا هو بحد ذاته رسالة رد على أنه كلما الحزب الديمقراطي ذهب باتجاه تصعيدي آخر سيقابل برد آخر. هذا بحد ذاته ممكن أن يكبح جماح الحزب الديمقراطي وإجباره على العودة إلى طاولة المفاوضات والقبول بالتعديلات التي حددتها اللجنة المالية النيابية. ائتلاف إدارة الدولة دكتور محمد اجتمع مساء اليوم في منزل النائب الأول لرئيس البرلمان، شدد على ضرورة ملف الموازنة بإنجازه بأسرع وقت ممكن. هل في هذه الخطوات راح تردم هوة التباعد بهذا التواصل السياسي، أم أن الديمقراطي راح يصر على موقف أو مجموعة المواقف اللي اتخذها؟ يعني في العمل السياسي أستاذ أحمد هناك تحالفات، والتحالفات تكون لربما فيها حالة العدد هي حاكمة أو مؤثرة أو محرجة إلى الجو العام. في هذا الاعتراض، يعني هذا ليس الاعتراض الأول من قبل يعني الديمقراطي على الموازنات السابقة، يعني شهدت اعتراضات من قبل من أطراف كلية أطراف كردية مجتمعة على الموازنة، ووصل الأمر إلى حد أن يكون التصويت بدون تواجد أعضاء مجلس النواب من الطيف السياسي الكردي. بالتالي هذه المرة قد تختلف الأمور واختلفت المعايير والموازين السياسية بالحزب الديمقراطي. أعتقد هو الآن وحيدا في هذا الاعتراض، وهذه يعني هذه الحالة سوف لن تنفع الحزب الديمقراطي، لربما يتخذ موقف معين بالمقاطعة من التصويت، لكن الموازنة سوف تمضي بتصويت الأغلبية داخل قبة البرلمان. لكن إذا أرادت الكتل السياسية والمتمثلة ب يعني تحالف إدارة الدولة بأن هناك اتفاق سياسي أو اتفاقات سياسية أخرى، لربما يعني سوف تلطف بعض الأجواء كي تكون هناك حالة تمرير إلى الموازنة. أما إذا الذهاب باتجاه التصويت داخل اللجنة المالية ومن ثم التصويت داخل قبة البرلمان على جميع بنود الموازنة، فأعتقد هذا سوف يكون بدون يعني حزب الديمقراطي الكردستاني، بالتالي سوف تمرر الموازنة. لكن هذا سوف يؤثر، يعني هذا الموقف سوف يؤثر على مجمل علاقة الديمقراطي بباقي الأحزاب والعملية السياسية، وحتى الاتفاق الأخير ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لربما يعني تكون فيه هناك بعض التعثرات نتيجة هذا الموقف السياسي. بالتالي هو بالنتيجة ليست يعني مسألة حزب باعتراضه، بقدر ما يفترض يعني أن تكون هناك يعني رؤية إلى مصلحة الشعب في إقليم كردستان بصورة عامة وفي أربيل وتوك بصورة خاصة. فبالتالي عندما تمرر الموازنة قطعا سوف هناك تكون حالة الكتلة النقدية المتحركة التي تذهب باتجاه يعني حالة النمو وحالة يعني العمل المستمر كي لا يتوقف البلد في عدد جلالة الإعمار. ورأينا حكومة السيد محمد الشاع السوداني نظرت إلى الجميع بدون استقطاع، بدون أي نظرة مجتزأة إلى أطياف الشعب العراقي، فهناك المشاركة وهناك القرارات التي تشمل الجميع، وحتى الموازنة يعني عندما أتت من الحكومة إلى البرلمان كانت موازنة معتدلة، موازنة شاملة عاملة إلى جميع أطياف الشعب العراقي. لكن لابد أن تكون هناك بعض الضوابط، بعض الضواغط على من يتخلف عن إعطاء الإيرادات إلى الحكومة الاتحادية،
لأن هذه الموازنة هي موازنة محرجة، فيها عجز كبير، فيها يعني الحالة التشغيلية بنسب عالية عن ما كانت في الموازنات السابقة. هذه الموازنة هي لمدة 3 سنوات عكس الموازنات السابقة كانت لمدة سنة واحدة. طيب. هناك الكثير من المتغيرات في هذه الموازنة. أهم هذه المتغيرات، يعني هسه واحدة من نقاط الخلاف، وسؤال دا تسمح لي دكتور أن تقرب إلى الأستاذ محمد الياسري، يعني بالتزامن مع مختلف التوصيفات اللي تطلق على اللجنة المالية من قيادات الديمقراطية في مجلس النواب، هناك اتهامات مباشرة من قبل أربيل للجنة المالية، كيف تنظر إلى هذه الخلافات وهذه الاتهامات؟ هو بالتأكيد أنه العملية التي والحالة التي مرت على الحزب الديمقراطي، أولا نشير إلى أن اللجنة المالية هي ممثلة فيها جميع الطياف القوى السياسية ومن كل مكونات الشعب العراقي. النقطة الأخرى أنه التصريحات التي انطلقت من شخصيات متعددة، من سواء في أربيل أو شخصيات الحزب الديمقراطي في البرلمان الاتحادي، كلها صبت جام غضبها على بغداد، على الحكومة المركزية، اتهامات بالتنصل، بعدم الاتفاق، ومجموعة من الاتهامات. كل الإشارات أشارت إلى أيضا عملية محاولة التأثير على اللجنة المالية، باعتبار وفي اتهاماتهم يزعمون بأن اللجنة المالية قد خالفت الاتفاق ما بين القوى السياسية، أو كأنه أوضحوا هناك اتفاقا مبرم، اتفاقا سياسيا ما بين بغداد وأربيل. وهذا طبعا أيضا في الخلاف، هذا فيه إيهام للرأي العام من جانب. من جانب آخر أيضا أنه محاولة الحزب الديمقراطي دغدغت مشاعر الحالة القومية لدى الشعب الكردي، الذي هو أيضا يعاني من إشكالية مشكلة الرواتب والاستقطاع والادخار، كل ذلك عبر أن هناك استهداف لأربيل واستهداف لكردستان. هذه المحاولات، لأنهم تيقنوا إلى أن الموازنة ستمر، وسواء الحزب الديمقراطي دخل أو لم يدخل، وخصوصا إلى أن هناك منافس أيضا في المرحلة الحالية اللي هو الاتحاد الوطني، لا يتفق تماما مع شروط الحزب الديمقراطي، بل يطالب بفصل السليمانية عن أربيل، وهذا هم أيضا أضعف كثيرا موقف الحزب الديمقراطي. إضافة إلى أن الحزب الديمقراطي بهذه الموازنة وبالتعديلات التي حددتها اللجنة المالية، قد قطعت جميع عن الأربيل الأموال التي كانت تأدي بعيدا عن بغداد تحت عناوين متعددة. عملية التساهل في السنوات الماضية اليوم هنا انتهت بهذه، وإصرار هناك من قوى الإطار وكذلك من تحالف إدارة الدولة على أنه هذه يجب أن يتم تمرير هذه التعديلات، ولا يمكن السماح والرضوخ لشروط الحزب الديمقراطي. فبالتالي هنا وصل الحزب الديمقراطي إلى مرحلة متيقنة بأنه لا يمكن له الآن فرض القرار على القوى السياسية. بنفس الوقت أيضا المحاولات الإطار والسيد السوداني بأن لا يكون هناك انشقاق في تحالف إدارة الدولة، الاجتماع اليوم الذي حدث في منزل السيد المندلاوي وأيضا واجتماع يوم غد أيضا سيعقد، كل هذه ستحدد محاولة أن استرضاء الحزب الديمقراطي بالقبول بالشروط القوى السياسية مجتمعة، وذهابه منفردا سيكون هو الخاسر في هذه المعادلة. بالتأكيد لن يغامر الحزب الديمقراطي بالبقاء وحيدا، يحاول الحصول على بعض المكاسب، شروطه المرتفعة بالتأكيد هو وضعها لأجل الحصول على عدد من المكاسب. عندما لم يحصل على كل تلك المكاسب بالتأكيد سيقبل ببعض المكاسب، ولكن أيضا محاولة تمرير الموازنة بعيدا عن الحزب الديمقراطي سيعمق الشرخ ما بين الحزب الديمقراطي خصوصا وقوى الإطار التنسيقي. إذا لاحظنا أن في المرحلة الماضية كانت حجة البرزاني بالذهاب بالتحالف الثلاثي بأن قوى الإطار كانت لديها في الفترة الماضية، في فترة السيد العبادي وفترة السيد المالكي، لم يكن هناك تفاهم حسب الدعاه، بالتالي هذا أيضا سيدفعه إلى الذهاب لتشكيل تحالفات بعيدا عن الإطار التنسيقي في المرحلة المقبلة، والتحالف مع أعداء الإطار أو خصومه ومنافسيه. هذه ستعمق الفاصلة كثيرا بين الديمقراطية والإطار. طيب
لماذا يتهرب الإقليم من النصوص اللي تضبط العلاقة بين بغداد وأربيل بشكلها القانوني دكتور محمد؟ يعني هناك العلاقة ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان شابه الكثير من الغموض بخصوص العوائد للنفط المصدر خارج ضوابط سومو، وكذلك المنافذ والمعابر الحدودية والضرائب وكل جميع الرسوم، وحتى يعني تكون القائمة طويلة بالمستحقات على إقليم كردستان. لكن الوضع السياسي بصورة عامة، الحكومات المتعاقبة لن تجد لها مساحة العمل كي يكون هناك ضبط الإيقاع. لكن بعد القرارات للمحكمة الاتحادية وكذلك محكمة يعني باريس، أعتقد هناك حالة الرضوخ إلى الواقعية والبراغماتية، لكن على مضض على ما يبدو. ولكن كل هذه الأمور الحكومة الاتحادية في بغداد ذهبت باتجاه إبرام اتفاقات كي لا تكون هناك مثل ما تفضل يعني جناب السيد حالة الانشقاقات في يعني الطيف السياسي الكردي أكثر، وحتى لا تبتعد إقليم كردستان عن العراق أكثر مما هو عليه الآن، أو لا تكون هناك قوة أخرى تستغل هذا الوضع. فبالتالي الآن المسؤولية على الحزب الديمقراطي ألا يعني يخلف ثغرات، هذه الثغرات تكون معبرا وممرا إلى الجهات المناوئة إلى الوضع السياسي بصورة عامة، والمناوئة إلى الشعب العراقي بصورة عامة، والشعب الكردي بصورة خاصة. علما أن هناك تحولات يعني في السياسة في منطقة الشرق الأوسط، وهناك لربما تصعيد ضد الجماعات في هذه المنطقة، الجماعات التي تناوئ الجمهورية الإسلامية والبيكك والأحزاب، البيكك والأحزاب الكردية التي تناوئ الحكومة التركية. بالتالي هناك وضع مضطرب جيوسياسي مضطرب، لربما أربيل عندما يعني تتطرف في مواقفها من خلال موقفها على الموازنة سوف تكون يعني هي الخاسرة الأكثر. فبالتالي العلاقة ما بين الطرفين، ما بين بغداد وأربيل، لربما شهدت أفضل حالاتها. فبالتالي هذه الأفضلية للحالة أن تكون يعني تعزز بحالة الاستقرار السياسي الأكثر، هذا جانب. طيب. جانب آخر، هيئة الرئاسة، ومنها عندما مررت هيئة الرئاسة كان هناك تحالفا ثلاثيا، فالنائب الثاني لرئيس مجلس النواب هو مر في ظروف سياسية صعبة كانت على البلد، لربما بعد الموازنة سوف تتغير الكثير من يعني المعادلات السياسية في داخل البرلمان العراقي. من الممكن أن تكون هناك حالة التصويت على بعض الأسماء يعني عالية المستوى في البرلمان العراقي، ومن ضمنها منصب النائب الثاني. هذا يعني من المرجح ومن الوارد طرحه، وهناك توعد من قبل بعض البرلمانيين. لكن نحن نذهب باتجاه يعني المعادلة المستقرة في الوضع السياسي، لأن الوضع العام للحكومة هو ذاهب باتجاه التنمية الشاملة، التنمية الاقتصادية التي تخلق مصالح وتخلق مشتركات أو تعزز المشتركات أكثر وتجمد المختلف. فبالتالي المختلف عند الديمقراطي يفترض أن لا يعظم وأن لا يكبر وأن لا يعطى مساحة من قبل الديمقراطي لهذا المختلف عليه أن يكبر، مثل يعني كرة الجليد تكبر شيئا فشيئا أثناء التدحرج. عندما تنظر إلى حكومة، كل اعتراضات الديمقراطي كانت على الحكومات السابقة وتهاجم الحكومات السابقة، لكن هذه الحكومة والحكومة التي سبقتها، فبالتالي هناك حالة الرضا. فإذن على ماذا يعترض الحزب الديمقراطي الكردستاني؟ هل يعترض على أداء الحكومة، أو يعترض على الإطار التنسيقي، أو يعترض على تحالف إدارة الدولة؟ هناك نواب في اللجنة البرلمانية كان هذا هو الرأي الذي لديهم. بالتالي من الممكن أن نجلس إلى طاولة التفاوض والاجتماعات مستمرة، من الممكن أن تتحل يعني تتحلحل هذه النقاط الخلافية، وخصوصا في مادتين من مواد الموازنة، ومن الممكن أن يعني العجلة تسير باتجاه إقرار الموازنة. لكن حالة الاستعصاء وحالة التخندق يعني السياسي ما أعتقد، لا أعتقد سوف تكون هناك فيها نتائج مرضية إلى الديمقراطي، إنه سوف
يخسر أكثر. المشكلة يعني ربما حسب المراقبين القريب هو كان خير يعني دليل وبرهان طيب. وشاهد على المواقف المتطرفة التي يعني كلفت إقليم كردستان الكثير وكلفت الديمقراطي الكثير وكلفت حكومة إقليم كردستان الكثير ومن ثم الشعب في إقليم كردستان طيب. مثل الانفصال وغير الانفصال طيب. الآن دكتور خلينا ننتقل لصالح محمد. صالح محمد يقترح الدكتور العقيلي بأن هنالك تخندق في هذه الخانات السياسية، ولكن اليوم هل تلاحظ أن هنالك استعلاء من قبل أربيل هذه المرة تحديدا، تصعيد وعيد؟ هل تركز أربيل على شيء يمنحها الطلاقة في التصريحات اللي وصلت حد الاتهامات؟ نتحدث عن تعديلات أخيرة في اللجنة المالية، هل كفرت حقوق المحافظات الوسطى والجنوبية، أم أن هذه التزمت بالآراء والتخندقات اللي وصفها الدكتور محمد لا زالت هي الحاكمة؟ طبعا بالتأكيد الحزب الديمقراطي في خلال علاقته مع بغداد دائما يعتمد على جمهوره سواء في أربيل وفي دهوك، وخصوصا بالسنوات الأخيرة بدا ناقما هذا الجمهور باعتبار أنه بغداد تسلم رواتب الموظفين والمتقاعدين، لكن تحت مرة الادخار استقطاعات لمدة 40 يوم، قد تصل لـ50 يوم، وكذلك أيضا أنه لم يصل الراتب متكاملا إلى هؤلاء المواطنين في الإقليم. هذه سبب في المرحلة الفترة الماضية تذمر كبير من قيادة الحزب الديمقراطي ووصفه بأوصاف إلى الدكتاتورية كثيرا. هذا أيضا وهذا المحاولة كان في السابق يتهم بأنه بغداد لا تعطينا أموال، بغداد أرسلت لهم الأموال، لكن بعدما فهم الناس أنه بغداد ترسل الأموال، المشكلة إذن هي في قيادة حكومة الإقليم. اليوم بعد القرار الدولي بمنع التصدير عبر تركيا إلا من خلال الاعتماد على أن يكون هناك من خلال شركة تصدير نفط سوما، والأموال توضع في البنك المركزي وإشراف الحكومة الاتحادية، هنا أصبح بعد أن منافذ وعملية الحصول على الأموال بعيدا عن بغداد قد أغلقت تماما. فالباب الوحيد الذي يتم العمل الذي يتم الاستفادة منه في بغداد هو ممارسة أكبر من الضغوط على القوى السياسية في بغداد. فمرة يطالبون بأن يكون رواتب الموظفين خارج 12.6%، وكذلك مرة يريدون إضافة البيش مرقة هم أيضا خارج هذه الحسابات. بالتالي محاولة الحصول على أكبر قدر من الأموال تحت عناوين متعددة. عندما أغلقت اللجنة المالية هذه الأبواب جميعا وحددت بشكل مفصل ودقيق ووفق النسب، هنا قد تبين بشكل واضح بأن الحزب الديمقراطي أصبح لا مفر لديه إذا كل الأموال تحت الحكومة الاتحادية مشرفة عليها، عملية التوزيع وعملية السيطرة وكذلك القضاء على عمليات تهريب جميعها بعيدا عن بغداد. فبالتالي هنا كيف يمكن له أن وهو اعتاد على الحصول على أكبر عدد من المبالغ المالية، كيف في هذه الحالة أن يتم الحصول عليها بالفترة الماضية المستقبلية؟ ففي هذه الحالة بدأ بالعودة إلى تهيج الشارع، إثارة العواطف، وكذلك تحت عناوين طبعا هذه التصريحات التي نقلت، لكن في الحقيقة هناك أيضا كيف يخاطب الحزب الديمقراطي بقياداته الوسطى إلى جمهوره بأن كيف تتعامل بغداد معهم، وكذلك يستذكر الحالة الماضية وكيف كان يتعامل معهم النظام المقبور مع الكرد. كل هذه يربطها الحزب الديمقراطي في محاولة إثارة العواطف، وهذه من حالة القومية التي يعتمد عليها الحزب الديمقراطي. للأسف هذه الحالة هي غير واقعا غير صحيحة، هذه ينتهجها الحزب الديمقراطي مع في بغداد، لكن عندما تتمسك بغداد بهذه الشروط طيب. وبهذه الآلية بالتأكيد سيكون هنا الحزب الديمقراطي قد وصل. وإذا لاحظنا مع منافسه الآخر الذي يطالب بانفصال السليمانية وكذلك هو رافض لهذه الشروط، فبالتالي أصبح لا مجال حتى المستوى الذي يعتمد عليه في الحالة القومية قد فرط من بين يديه واتجه إلى القوى السياسية أخرى. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد الياسر المحلل السياسي، وشكر كثير لحضرتك الدكتور محمد العقيلي السياسي المستقل. وبعد الفاصل مشاهدي الأحبة نتابع.
مجددا حياكم الله مشاهدي الاحبه بهذا الملف. ارحب بضيفي الكريمين الدكتور صالح الشذر استاذ العلوم السياسيه، حياكم الله دكتور. حياك الله. اهلا ومرحبا بحضرتك. وارحب بضيفي الكريم الاستاذ زهير الشلبي عضو ائتلاف دوله القانون ينضم معي عبر سكايب من نينوى، وحياكم الله ضيوفا الكرام. دكتور، هل يمكن توصيف خطوه رفع المحظور عن حزب البعث في الاردن انه انقلاب على نظام الحكم والعمليه السياسيه في العراق؟ نعم. اولا تحيه لك والمشاهديك الكرام ولضيفك العزيز. بالتاكيد مواقف الدول العربيه تجاه التحول الديمقراطي في العراق ما بعد عام 2003 هي حقيقه ممكن ان نصفها بغير الوديه، وبعض الاحيان وصلت الى العدائيه، لا سيما دول الجوار العربي على سبيل المثال وصلتنا حقيقه الكثير من المفخخات والكثير من الارهابيين من الاردن ومن سوريا ومن غيرها من السعوديه وحتى من الجار الكويت التي حقيقه تعد انه النظام السابق ما قبل 2003 هو عداء لها، وبالتالي لا نعلم حقيقه كيف تكون علاقتنا مع دول جوار العربيه واي تنازلات نقدم لهم حتى حقيقه يرضوا عن النظام السياسي العراقي. اعتقد انه موضوع التنازلات من الجانب العراقي اسالت لعاب دول الجوار العربي، وبالتالي هو نوع من التهديد باسقاط النظام السياسي ما بعد عام 2003 عن طريق حقيقه الترويج لفكره عوده البعث الصدامي الاجرامي المتعارف عليه على مستوى المنطقه، وحقيقه والذي ادخل منطقه الشرق الاوسط في مشاكل كثيره ومنها العراق، ونحن نعاني لحتى هذه اللحظه من هذه التبعات. بالتالي ما حصل هو حقيقه نوع من الضغط في العلاقات الخارجيه على السياسه الخارجيه العراقيه لتغيير منهجها الوطني، وبالتالي حقيقه حتى تكون في تصب في مصالح الجانب الأردني أو من يأمر الجانب الأردني لا سيما حقيقة الجانب الأمريكي والجانب الغربي، وهذه مشكلة كبيرة سوف حقيقة تواجه النظام السياسي العراقي وتواجه الحكومة الحالية. وإذا ما استطاعت الحكومة التخلص من هكذا ضغوطات أعتقد أن الأمور ستكون سلبية تنعكس على الأداء الداخلي، وبالتالي تناحر نجد بين الشركاء حتى في حقيقة موضوع إدارة الدولة، وبالتالي نسير في موضوع المجهول. نعم. أستاذ زهير، أجد ترحابي بحضرتك. والأمور تعرف بأضدادها، ماذا لو كان الأمر معكوس؟ هل ستعتبر الأردن أن العمل عدواني اتجاهها، يخالف الأعراف والمواثيق الدولية، يتعارض مع مبادئ حسن الجوار، طبعا مع الفارق بالتعامل؟ ما تسمعني أستاذ زهير؟ تسمعني؟ والله ما فهمت السؤال. أولا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحية جنابك ولضيفك الكمين، الصوت ده يصني مشوه شويه. طيب اختزل السؤال حضرتك، يعني ماذا لو كان الامر معكوس انه في العراق يتم ترخيص حزب معارض للنظام الاردني؟ لا، هذا طبعا اللي دا يحصل الان في الاردن. انا تحدثت بهذا الموضوع، موضوع العراق والاردن، يعني كان المطلوب أن يكون هناك اتفاقات، لأن يعني هذا الموضوع حصل في بداية العملية السياسية أيضا. كثير من رموز النظام اتجهوا للأردن وحمتهم الأردن في هذا الاتجاه، وأيضا كانت تعقد مؤتمرات وضد العراق، وكان حتى في وقتها السفير العراقي الحياني كان يحضر هذه المؤتمرات لحزب البعث في الأردن، وتشويه العملية السياسية وتشويه النظام العراقي الجديد. هذا المفروض كان يحصل منذ البداية، ولكن يعني أنا متأكد كان هناك أيضا يعني اتصالات بهذا الاتجاه، والأردن خففت من هذا الموضوع ومنعت كثير من المؤتمرات اللي تعقد في الأردن ضد العراق. ولكن الظاهر الآن أكو مواضيع اقتصادية أو هناك عرقلة لبعض المشاريع اللي وقع عليها الكاظمي أو ما غير الكاظمي في موضوع خط الأنابيب ومواضيع المدينة الصناعية، وكذلك مواضيع إنشاء مصافي في العقبة وما شابه ذلك بترولية. الظاهر اكو يعني عرقله من قبل الحكومه العراقيه في الوقت الحاضر، او من قبل سياسيين عراقيين يعني، او من قبل كتل سياسيه. فالظاهر هذا فد موقف يعني بهذا الاتجاه ليس من صالح الاردن ان تحصل مثل هذا الاستفزاز مع الحكومه العراقيه.
الأردن ليس بالبلد القوي جدا اقتصاديا أو عسكريا أو أمنيا حتى يجابه العراق في هكذا موضوع خطير، اللي حزب هو محظور دستوريا في العراق وقدم جرائم كثيرة للشعب العراقي. أن تتحدى الأردن الحكومة العراقية أو الشعب العراقي أو غالبية الشعب العراقي، خلي نكون بالفصحى نتكلم أو ما يقال بالعراقي، غالبية الشعب العراقي والقبور الجماعية وما حصل من مآسي لهذا النظام البعثي في العراق ودخولنا في حروب لا لنا لا ناقة ولا جمل بها، حروب بالإنابة دمرت العراق والشعب العراقي ونحن لازلنا نعاني من هذه الفترة المظلمة، بحيث أنه استمروا في تخريب العملية السياسية وكثير من الدول العربية ساعدتهم بهذا الاتجاه وكانوا يرسلوننا تحت مظلات المنظمات الإرهابية التكفيرية، أيضا كان هناك أيضا يد لحزب البعث في هذا الموضوع في موضوع تخريب العملية السياسية. نعم. خلينا ننتقل إلى الدكتور صالح. يعني وفقا لما تفضل به السيد تشلبي دكتور، هنالك هيئة الانتخابات بالأردن على سبيل المثال، ورغم كل هذه المسارات لكنها تبرر ترخيص البعث بأنه يعمل داخل حدود المملكة، والواقع بأنه تم رفع شعارات وهتافات أطلقت وكانت تمجد بصدام، وتعرف أنه وفق الدستور العراقي أنه حزب البعث محظور في العراق. نعم، هناك نوعين من الأحزاب حقيقة في التعاملات، أحزاب داخلية من الممكن السيطرة عليها وأحزاب حقيقة عقائدية قومية ذات بعد وتفكير استراتيجي، وبالتالي هي عابرة للحدود وتأثيراتها عابرة الحدود، وحزب البعث من هذه الأحزاب العابرة الحدود وبالتالي تأثيره ليس فقط في الأردن ولا يختصر في الأردن. وبالتالي على سبيل المثال هنالك قيادة قومية لحزب البعث ولديها قيادات قطرية في كل تقريبا معظم أنحاء الدول العربية، وبالتالي إذن هذا الحزب حزب خطير جدا فكريا وبالتالي يؤثر على العراق وعلى العملية السياسية، وأعتقد أنه عمل عدواني وغير مبرر ولا يدخل ضمن العلاقات الودية بين البلدين باعتبار هناك اتفاقيات كبيرة جدا. أعتقد أن لدينا ورقة اقتصادية من الممكن أن نلوح بها مع الجانب الأردني وهي المعاملة بالمثل حتى حقا تكون هنالك ردة فعل قوية لدى الحكومة والأحزاب القابضة على السلطة في العراق، بالتالي نستطيع حقا تحجيم هكذا تصرفات. أما إذا مر الموضوع مرور الكرام أعتقد هي جلسة نبض، وبالتالي من الممكن أن تعلن حقيقة قيادة قطرية في العراق، ومن الممكن أن تكون في المنطقة الغربية والشمالية، وبالتالي من الممكن أن تتعامل معها حقا باعتبار أنه حزب وليس حقا باعتبار أن إزلام النظام تم معاقبتهم، وهذه يعني أفكار جديدة وأنت لا تستطيع أن تمحي الفكر، وإنما من الممكن أن تعاقب الأشخاص المجرمين وتدخل في هذه حقا الحسابات. وأعتقد قادتنا مع الأسف يعني عندما تصل الموضوع إلى السلطة يقبلون بالكثير من التنازلات، ومن الممكن أن تأخذ منهم نقاط تفاوضية في هذا المجال، ولكن أعتقد عليهم وأتمنى عليهم أن يكون هذه المرة على قدر المسؤولية أقل على الأقل على حفاظ على أنفسهم وعلى النظام السياسي. هسه مرة أكو قادة سياسيين ومرة أكو جهات وقطاعية في هذا الشأن. دكتور زهير، يعني توصيفات الخطر على هذه الخطوة الأردنية ما لم تتعامل معها الخارجية العراقية بأي شكل من الأشكال، لا استدعاء سفير المملكة الأردنية لا بيان استنكار، هل أن الأمور تترك على عواهنها بهذا الشكل؟ هو أنا قلت يعني في لقاء آخر أنه المطلوب الآن ننتظر جواب الحكومة الأردنية إن كان هذا الحزب اللي تشكل هو صحيح تحت اسم حزب البعث العربي الاشتراكي، إن كان هذا بقيادة عراقيين موجودين مقيمين في الأردن أم هناك قيادات أردنية، لأنه تعرف أنت هذا شأن داخلي بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية. لكن المطلوب الآن الوزارة الخارجية العراقية تبعث برسالة أو تستدعي السفير الأردني وتقدم إيضاح لهذا الموضوع، لأن هذا الموضوع خطير. ولكن أنا أشعر بأن هناك استفزاز يعني أو مؤشر أو خلي نقول
يعني فد إشارة إلى أنه نحن إذا أنتم ذاهبون باتجاه عدم تنفيذ ما اتفق عليه مع حكومة الكاظمي أو ما يسمى مشروع الشام الكبير، فيمكن إحنا نستطيع أن نقوم بعمل كثير لزعزعة الأمن والاستقرار في العراق. هذول يعني هاي دائما هذه يسموها بالونات إعلامية، ولكن المطلوب وزارة الخارجية الآن تنطي رسالة للحكومة الأردنية، ولازم يكون الجواب واضح بهذا الاتجاه، وعلى الحكومة العراقية أن تكون نشطة بهذا الموضوع وأن تتخذ الأمور، يعني ما عبارة عن موضوع عابر وينتهي كما تنتهي كثير من الأمور، يعني المفروض متابعة هذا الأمور، لأن هذول الباقيين بصراحة مثل الأخطبوط يعني ويتبرعمون. يعني خلي نكون ضيفك الكريم تحدث، أكو قيادات قومية في دول عربية، في لبنان، في طرابلس الآن موجود أيضا حزب البعث ويتفرع، وكذلك حتى في أرتيريا وفي السودان وأيضا في سوريا أيضا موجود حزب البعث. هذا صحيح يختلف من حيث المنطوق القومي الآن، يعني والسورية حلت القيادة القومية والآن عندهم لجنة مركزية داخل سوريا، ولكن هذا حزب موجود، يعني موجود في السودان، موجود في كثير، موجود في أرتيريا وله قيادات، وكذلك كثير من قيادات حزب البعث أيضا موجودين داخل العراق وفي مناطق معينة، وموجودين أزلامهم في البرلمان وفي العملية السياسية وفي الأجهزة الأمنية. يعني يجب أن يكون إعادة نظر في هذا الموضوع فعلا، يعني وتطهير مؤسسات الدولة على الأقل من المراكز الحساسة والمهمة، وتنظيفها من عناصر حزب البعث أو أزلام النظام السابق. هو مو شرط أنه في بعض الأحيان عضو قيادة قطرية وعضو الشعبة ما يأثر عليك، ولكن هناك أعضاء عاملين أخطر بكثير أساءوا للشعب العراقي من قيادات بعثية. يعني أنا يعني حتى أكون واضح، وهم الآن ترى يعني حتى أكون صريحين، يعني هم موجودين يعني في أروقة البرلمان، موجودين في أروقة حتى مكتب رئيس الوزراء، ولكن على مستوى شعبي. نعم على مستوى شعبي الخطر دكتور زهير. يعني نعم أسأل حضرتك دكتور صالح عن الوقفة الاستنكارية اليوم أمام مؤسسة الشهداء، هل تمثل برأيك إعلان صريح لحجم الرفض من قبل الشرائح العراقية لعودة البعث؟ بالتأكيد لها تأثير، ولكن نحتاج إلى تأثير أكبر حقيقة، باعتبار هنالك نظام يعني برمته نظام وتحول ديمقراطي وعملية ديمقراطية، وبالتالي هذا حقيقة نعتقد هو التصرف غير مقبول من قبل الجارة الأردن، باعتبار هذا يعني اتاحت لعمل حقيقة معارضة للنظام العراقي داخل الأردن، باعتبار أنه هنالك هتافات سمعناها حقيقة واضحة باسم الرئيس السابق وهو قائد الحزب اللي كان قائد للقيادة القومية، وبالتالي هم ينددون بقائدهم، وبالتالي هنالك من الممكن أن يلتف معهم من القيادات البعثية مثل ما تفضل ضيفك الكريم، وهي موجودة الآن في كافة أروقة الدولة وفي المناصب الحساسة عن طريق ما يسمى حقيقة بالتنازلات أو حق التوافقات السياسية التي حقا جلبتها هؤلاء السلطة. وأعتقد أنه نحتاج إلى حركة شعبية كبيرة لرفض هذا الموضوع حتى تضغط حكوميا، وبالتالي على وزارة الخارجية أن تكون على المحك وأن تستدعي السفير الأردني لتقديم إيضاح لما حصل، باعتبار أنك خرق البروتوكولات المنعقدة بين البلدين والاتفاقيات التي من ضمنها حتى حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. نعم قد يكون هو شيء داخلي، ولكن أنا قلت لك هذا الحزب هو عابر للحدود، وما يسمى على سبيل المثال هي هناك أحزاب عقادية كبيرة لديها قيادات في الدول ولديها أفرع في دول أخرى، وبالتالي تأثيراتها وتعليماتها مركزية، وبالتالي من الممكن أن يؤثر كثيرا على سير النظام بالعراق وعلى العملية السياسية.
في العراق، وحتى حقيقة من الممكن أن يؤثر حتى في موضوع انقلاب الحكم في العراق. نعم. أشكرك شكرا جزيلا دكتور صالح الشذر أستاذ العلوم السياسية، وشكر الموفور لحضرتك الدكتور زهير تشلبي عضو ائتلاف دولة القانون، حدثنا عبر سكايب من نينا، وحياكم الله. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.